دلوقتي بعد ما خلصنا البي ان جانكشن هنتكلم على الترانزستور. ترانزستور ده تاني واحد كاكزامبل من الكومبلكس كومبوننت من الايه، من الالكترونيك، من الايه، من الالكترونيك كومبوننتس. تمام. طيب ايه بقى هو الترانزستور؟ الترانزستور ده بيتكون من 3 اجزاء، يعني البي ان جانكشن كان جزئين بي وان، انما الترانزستور من 3 اجزاء. خلاص. الجزء اللي في النص دوت يا اما يبقى ايه، ان، يا اما يبقى بي، واكيد اللي على الاطراف مختلفين عنه. يبقى لو ده ان يبقى اكيد هنا ده ايه، ده بي وده بي، يبقى ده بي ان بي ترانزستور. خلاص. طيب وتاني واحد يبقى دوت ايه، اكيد دوت ده بي ان بي، يبقى ده ان وده ان، يبقى ده ام بي ان ترانزستور. خلاص. الجزء اللي في النص دوت بيبقى اسمه البيز. الجزء اللي في النص ده بيبقى اسمه الايه، البيز. والاتنين اللي على الاطراف دول، واحد بيبقى اسمه كوليكتور والتاني بيبقى اسمه اميتر. تمام. وهكذا الناحية التانية، ده كوليكتور وده الايه، الاميتر. هتفرق اني واحد مين؟ لا مش هتفرق، عادي. طيب لو انت حبيت ترسمه كايه، كسيمبل، خلاص والله ايه، البيز بايه، البيز بيترسم خط كده اهو، ده البيز. تمام. وايه، وفي خطين، واحد للكوليكتور والتاني لمين، للاميتر. تمام. والاميتر عشان افرقه عن الكوليكتور بحط فيه سهم. خلاص كده بس. وادي عامل ايه، التوصيلات اللي انا بوصل منها. ويا سلام بقى لو انت ايه، حطيتهولي في دايرة، يبقى اللي فيه، يبقى ده كده البيز وده الكوليكتور وده الاميتر عشان فيه السهم. تمام. طيب والتاني، ادي البيز ومعاه الخطين. ويا سلام على الايه، على الدايرة. وطبعا عشان افرق الاميتر لازم احط فيه ايه، سهم. لو ملاحظين ان الايه، ان البي ان بي السهم بتاعه داخل لجوه، والايه، والان بي ان السهم بتاعه طالع بره البيز، مش بيشاور على البيز. لو نفتكر في البي ان جانكشن كنا بنقول عند السن بتاع السهم، عند السن بنكتب ان، يبقى السن ده بيشاور على الان، يبقى اكيد الاطراف دول كانوا ايه، كانوا بي وبي، يبقى ده كده البي ان بي ترانزستور. تمام. طيب وهنا السهم ده عند السن بيشاور على الان، يبقى اكيد ده ان، وكيد ده زيه برضو ان، وكيد ده يبقى ده البي، يبقى ان بي ان. او بصيغة تانية، ان الكهرباء بتمشي من ايه، من البوزيتيف للنيجاتيف، فبالتالي من بي للان، وهنا من البي للان. تمام. وبرضو نفس الكلام، ان ده هو ده البيز وده الاميتر عشان فيه السهم، وده الايه، الكوليكتور. في مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب لو احنا حبينا نتكلم على الايه، ايه الترانزستور ده، ايه البروبيراتيز بتاعته، ايه خصائصه، والله ده ايه، ده صغير ورخيص وخفيف وبيعيش. اه والله الكتاب كاتب كده، صغير يعني ايه، يعني سمول سايز، رخيص يعني شيب، ايه، خفيف يعني لايت ماس، وبيعيش يعني يوزد فور لونج تايم. طب ايه استخداماته؟ والله عنده استخدامين، يا اما امبليفاير يعني مكبر، او سويتش، سويتش اون سويتش اوف. لو نفتكر البي ان جانكشن كانت ايه، كانت ريكتيفاير وسويتش، انما ده امبليفاير وسويتش. خلاص. طيب والتايبز بتاعته، يا اما ان بي ان، يا الا بي ام بي، وعلى حسب السهم. ادي يا عم ده السهم خارج من البيز، خارج من البيز، يبقى دوت خارج من الان للبي، يبقى من البي للان، يبقى دوت ايه، يبقى انا هنا اهوت هنكتب ان، والناحيه الثانيه ان، يبقى البيز ده بي، يبقى ام بي ان. طب وهنا ده داخل في البيز، في البيز، يبقى هنا ايه، اكيد ده رايح للان، يبقى اكيد ده بي وده بي، يبقى ده بي ان بي ترانزستور. خلاص. طيب اللي انا هدرسه بالتفصيل هو الام بي ان. تمام. انما البي ان بي دوت مش عايزك تعرف عنه غير ايه، السيمبل بتاعه بس. على كده في مشاكل؟ تعال بقى نبص بيشتغل ازاي الترانزستور ده. تمام. اهم حاجة عندي انا ايه، ادي هرسمه،
ادي الترانزستور خلاص. طيب البيز اهم حاجه يبقى البيز صغير، وهنعرف ليه كمان شويه. لازم البيز يبقى ايه؟ يبقى صغير، اصغر من الاتنين التانيين. واللي في النص ده احنا زي ما احنا عارفين قلنا خلاص ده اللي هو الايه، البيز. واحد من دول الكوليكتور والتاني الاميتر. الجهاز ده عنده كام رجل؟ عنده 3 رجول، واحده ايه بيز، واحده كوليكتور، واحده اميتر. فلما تيجي توصله لازم يبقى في واحده منهم ايه، مشترك. فمين المشترك؟ مين الكومون معايا؟ الاميتر. فانا هاخد الاميتر ده هوصله مره مع الكوليكتور واحط هنا بطاريه، واخده مره واوصله مع مين؟ مع البيز، واحط هنا ايه، بطاريه. تمام. البطاريه اللي متوصله بين الكوليكتور والاميتر دايما البوزيتيف بيبقى مع مين؟ مع الكوليكتور، وهنعرف ليه كمان شويه. ويبقى اكيد النيجاتيف مع مين؟ مع الاميتر. يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. واحنا قلنا من شويه برضو ان احنا هنشتغل على انهي تايب اوف ترانزستور، ال ان بي ان ترانزستور، والتاني دوت انا مش عايز اعرف عنه غير السيمبل بتاعه وشكرا. خلاص. دلوقتي ال ان تايب دوت بيبقى موجود فيها ايه؟ موجوده فيها الكترونز، صح؟ ال ان تايب ده موجود فيه ايه؟ الكترونز. وبما ان مساحته كبيره، فهتبقى عدد الالكترونز اللي جواه ايه، الفري الكترونز، كتيره، صح؟ والبي تايب ده المفروض بيبقى جواه ايه؟ جواه هولز. وبما ان مساحته صغيره يبقى اكيد عدد الهولز بيبقى ايه، يبقى صغير. تمام. طيب لو انا جيت تجاهلت خالص حته الايه، الكوليكتور، وجيت ابص على السيركت اللي فوق، اللي فوق ديت اللي هي بتتحكم في الموقف اللي هي بين البيز وبين الاميتر. تمام. طيب لو بصيت كده، مش ديت كده شكلها بي ان جانكشن، صح؟ يبقى لو انا عايز اوصلها، اوصلها ازاي؟ والله بكل سهولة، عايز تعدي كهرباء وصلها فورورد. طب فورورد ازاي؟ يعني بي بي ننا ننا، يعني بوزيتيف مع البي والنيجاتيف مع الان. ايه ده، بسهولة كده؟ اه بسهولة كده. يبقى انت لو جيت وصلت هنا كده البوزيتيف مع البي والنيجاتيف مع الان، يبقى انت كده عملت ايه؟ وصلت الايه؟ الترانزستور. تمام. انا لسه مخبي الايه، الجزء بتاع مين، بتاع الكوليكتور، كاني مش شايفه خالص، وبركز على الحته بتاعه البيز والايه والاميتر اللي انا لسه موصلها ايه، فورورد. تمام. الالكترونز اللي هي في الان تايب قال لك ايه ده، الله ده احنا وصلنا فورورد، يلا نعدي بقى، يلا نعدي بقى ونمشي بقى، صح؟ بس ايه المشكله عندك انت دلوقتي؟ والله ايه، هتيجي تقول لي ايه، انا عايز اعدي. تمام. طب ما كل الكترون هيروح هيلاقي مكانه ايه، يقف في هول. كل الكترون يروح يقف في هول، كل الكترون يروح يقف في هول. بس هي مشكله ان انت عندك هنا الكترونات كتير، وعدد الهولز هنا ايه، قليل، والالكترونز اللي ماشيه هنا ديت هي اللي هتطلع تمشي في السيركت ايه، فوق، عشان متوصله بمين، بالبوزيتيف. فالبوزيتيف يسحب الالكترونز كده، صح؟ هي بقى دي الخدعه اللي انا عملتها، ان انا خليت الايه، البيس صغير. ليه؟ عشان الالكترونز الكتيره اللي موجوده هنا دي، يعني عدد الالكترونز اللي موجود كتير ده، اول ما اللي هيلاقي ان انا موصل فورورد هيجري على طول بسرعه ولا مش هيجري بسرعه؟ هيقول لي يلا انا عايز اعدي ولا مش عايز اعدي؟ هيقول لك انا عايز اعدي. بس الفكره كلها فين؟ اللي هو لما يجي يعدي، يجي يعمل فورورد، يلاقي نفسه مفيش كراسي يقعد عليها. عامل زي ايه، ايه زي مثلا واحد واقف على قاعه من بره، وبعدين ايه، الباب مقفول والناس واقفين كلهم بره عايزين يخشوا. تمام. قام الباب اتفتح، قال لك يا عم اللي عايز يخش يخش، الناس كلها طلعت تجري عشان ايه، عشان تخش. فالناس اللي دخلت في الاول هم اللي ايه، هم اللي قعدوا، صح؟ طب والباقي اللي دخل هيلاقي له مكان يقعد فيه؟ لا، مش هيلاقي له مكان، غصب عنه هيلاقي نفسه بيطلع بره تاني. هيلاقي نفسه بيروح فين؟ بينط على الناحية التانية. يبقى اللي قعد خلاص. يبقى المشكلة عندي في مين؟
في اللي جري بسرعة وما لقالوش مكان، هينط هيلاقي نفسه دخل على فين؟ على الكوليكتور. وكده كده الكوليكتور اصلا معاه الكترونات كتيره، وكده كده اصلا الكوليكتور انا موصله بمين؟ بالبوزيتيف، والبوزيتيف هيسحب الالكترونز لبره، فالالكترونز دي تفضل تطلع لفين؟ لبره. يبقى انا كده هو عدد الالكترونز اللي مشي هنا كتير ولا مش كتير؟ كتير. خلاص طيب، لو احنا جينا نبص الكرنت اللي ماشي فين، اللي ماشي هنا هو ده اهو، مش هو ده الاميتر؟ مش ده الاي اميتر؟ صح، الاي اميتر ده اهو جه هنا، هو حصل له ايه؟ اتفرق، طلع فوق راح للبيز، يبقى ده الاي بيز، والكرنت ايه ونزل لتحت ده اللي راح للكوليكتور، يبقى ده الاي كوليكتور. واحد يقول لي ايه ده، اصبر بس، هو انت مش عمال تقول لي الالكترونز ماشيه كده؟ امال اللي انت بتقول لي الكرنت ماشي كده؟ والله لو تفتكر معايا شابتر 1، شابتر 1 كان عندك حاجتين، حاجه اسمها كونفنشنال كرنت دايركشن وحاجه اسمها الكترون كرنت دايركشن. واحنا قلنا ايه الكونفنشنال ده؟ ده اللي هو قالك بمشي من البوزيتيف بتاع البطاريه للنيجاتيف بتاع البطاريه، بمشي من بوزيتيف للنيجاتيف. وايه الالكترون؟ قالك لا ده قالك ده بيمشي من نيجاتيف للبوزيتيف. خلاص، فانت لو بتتكلم على الالكترونز، الالكترونز دي نيجاتيف، فاكيد هتلاقيها ماشيه عكس مين؟ الكونفنشنال. بس يعني انت لو انت بتتكلم على الاي فالاي ماشي كده، لو انت بتتكلم على الالكترونز فالالكترون ماشيه كده، وهما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، ده اتجاه البوزيتيف وده اتجاه النيجاتيف، وطبيعي ان هما الاثنين يبقوا عكس بعض، بس هما يعني عكس بعض على الورق، بس هما في الحقيقه الاثنين واحد. فانت اتكلم باي واحد، الاسهم بتاعت الاي ديت ايه يعني مش هتفرق معايا في حاجه، بس انا عايزك تفهم ايه اتجاه الالكترونز عشان ده للفهم، انا مش هاجي اقول لك هو ماشي ازاي. خلاص، بس فانت لو انت عايز تتكلم كالكترونز اتكلم كالكترونز. خلاص، ادي يا عم الالكترونز بتاعت البيز ماشيه ازاي، ماشيه كده. خلاص، والايه والالكترونز بتاعت الكوليكتور ماشيه كده، فهما الاثنين هيجوا يتجمعوا ان هو ويطلعوا هنا ايه، يصبوا فين؟ في الاميتر. صح ولا لا؟ يبقى برضو الاي بيز زائد الاي كوليكتور يديني الاي اميتر. يبقى ده اول قانون عندي، ان الاي بتاع البيز تمام بلس الاي بتاع الكوليكتور يديني الاي بتاع الاميتر. في اي مشكله دلوقتي؟ طيب، لو انا نفترض ان الاميتر دول كانوا 100 الكترون، ده كاكزامبل، وانا ماشي الالكترون دول هل كلهم عدوا الناحيه التانية ولا في ايه، او هل كلهم طلعوا في البيز؟ لا، ده حبه صغيرين بس هم اللي راحوا فين؟ في البيز، والباقي كله راح فين؟ في الكوليكتور. صح، يبقى لك البيز خد ايه؟ خد واحد، والكوليكتور خد 99. يبقى جيف ريزون ليه انت عايز البيز فيري سمول؟ عشان تخلي البيز كارنت ايه؟ صغير، ما ياخدليش الكترونات كتير. يبقى انت لو معاك 100 الكترون، واحد يروح في البيز وايه و99 يروحوا في الكوليكتور. تمام، يبقى انا كده هوت ليه البيز ماست بي فيري سين او فيري سمول، الويدز بتاع البيز ماست بي فيري سمول. ليه؟ عشان تو افويد ريكومباينيشن بتوين الكترونز اند بوزيتيف هولز، تو افويد الريكومباينيشن بتوين مين ومين؟ الالكترونز والهولز، عشان الالكترونز ما تروحش تقعد على الهولز. ما لو راحت قعدت على الهولز ولقيت مكان تقعد فيه، محدش هيروح للكوليكتور، فساعتها الايه البيز هيزيد، يبقى في ناس كتيره قاعده في البيز والكوليكتور هيقل. تمام، يبقى انا دلوقتي لو عايز اكبر، زي ما انا بقول انا عايز اشغله كامبليفاير، اعمل ايه؟ اجيب المايك بتاعي اهو واوصله مع مين؟ واوصله مع البيز واتكلم في المايك. لما انا اتكلم في المايك ايه اللي بيحصل؟ المايك بيحول لي الكهرباء، الكلام بتاعي لالكتريك سيجنالز. صح، الالكتريك سيجنالز ديت صغيره، يبقى انت عملت ايه؟ ابلاي سمول سيجنال على ايه؟ في البيز. طب البيز ده هيروح يعمل ايه بقى؟ يروح يتجمع مع الاميتر وبيطلع مع مين؟ مع الكوليكتور. يبقى انت لما عملت ابلاي سمول سيجنالز مع البيز، راحت مع مين؟ كالكتر. احنا بنتكلم على الالكترونز اهو، خلاص، فالالكترونز ماشيه ماشيه هتتجمع مع الاميتر وتروح تطلع مع الاميتر والتوب بتنط الناحيه الثانيه، ومنت تيجي في الكوليكتور هنا توصل لي ايه بقى؟ توصل لي السماعه بتاعتك اللي انت عايز تسمع منها اللي هو السبيكر. يبقى انت لما تعمل ابلاي سمول سيجنال على البيز ات ويل بي امبليفايد مع مين؟ مع الكوليكتور، عشان انت دخلت واحد مع الواحد خرجته مع مين؟ مع ال99.
دخلته مع الواحد خرج مع التسعة وتسعين كده كبر ولا ما كبرش؟ تمام. امال انت لو انت دخلته مع التسعة وتسعين ما هيخرج مع الواحد يبقى انت كده صغر. طب لو دخلته مع المية ما هيخرج تسعة وتسعين يبقى كده صغر برضه. يبقى انا ادخله مع المية يخرج تسعة وتسعين ولا ادخله مع الواحد يخرج تسعة وتسعين عشان اتكبر؟ لا، ده انا ادخله مع الواحد يخرج تسعة وتسعين. يبقى انت كده كبرت كام مرة؟ لا، ده انا كده كبرت 99 مرة. فبالتالي لو انت عايز تتكلم على حاجة، في حاجة اسمها ايه، كرنت جين. كرنت جين دي اسمها ايه، اما اسمها كرنت جين رمزها بيتا اي، او امبليفيكيشن فاكتور، معامل الايه التكبير او المكسب في الايه في الكرنت اللي انت دخلت. ايه عايز تقول لي المكسب قد ايه؟ والله انا دخلت واحد خرجت 99 يبقى انا كسبت 99، صح؟ كبرت 99 مره. طب يعني انت عملت ايه 99 مره دي؟ والله اقول لك انا عملت الاي سي اللي هو اللي خرج على اللي دخل، الخارج على اللي دخل. يقول لي انت كبرت كام مره؟ بس في مشكله في الكلام ده. يبقى انا دلوقتي ايه، لو انت كاكزامبل اللي قدامك، يبقى انت هتلاقي ايه، ادي ده 99 على واحد يديك 99، يبقى انت كده كبرت 99 مرة. يبقى الكرنت جيم ب 99. يبقى واتس مينت باي ان الكرنت جيم ب 99؟ ده معناه ان ايه، it is a ratio between the collector current and the base current is 99. في مشكلة؟ طيب. طب هل هتفرق معايا، اللي هي البيز دوت يبقى صغير ولا كبير؟ ده يفرق جدا. اثبت لك بالارقام، انت بتقول لي والله لو ده دخل واحد يخرج 99، طب ايه يعني لو دخل اتنين ويخرج 98؟ طب ما هو برضه حلو. طب ما تيجي نشوف، تعال نشوف. طيب لو نفترض كاكزامبل، خلاص، ان الاي كوليكتور ب 98 والاي بيز ب 2، صح؟ تعال كده تحسب البيتا. البيتا ايه هتطلع كام؟ هتطلع 98 على 2 ب 49. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت كبرت 49 مرة بس؟ يعني الواحد ده فرق، بدل ما كنت بتكبر 99 مرة بقيت بتكبر 49. ده سلام بقى لو كانت 3، يا سلام بقى لو 4. يبقى البيز ده بيفرق معايا ولا لا؟ البيز ده يفرق معايا جامد جدا. يبقى انا عايز البيز ده سمول ولا مش عايزه سمول؟ ده انا عايزه سمول قوي، عايزه فيري سمول، عايز ايه الكرنت بيز ده يبقى صغير جدا. خلاص. طيب جيف ريزون ليه البيتا اي دايما اكبر من 1؟ يبقى البيتا اي دي بتبقى ايه، جريتر ذان 1. ليه؟ عشان دايما هي ايه، عشان القانون بتاعها بيقولها ان هي اي سي على اي بي، والاي سي بيبقى اكبر من مين؟ من الاي بي. في مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب في قانون تاني اللي هو بيقول لك ايه، ده اسمه الفا اي. ايه الالفا اي ده؟ ده اسمه الكرنت ديفيجن، توزيع الكرنت. انت وزعت ايه اللي خرج ده قد ايه من اللي داخل؟ والله عايز تقول لي والله اللي خرج ده اللي هو الكوليكتور ده 99% من كله، صح؟ فانت يعني عمال جبتها ازاي؟ هتيجي تقول لي والله دي ايه، ده انت عملت الاي سي على الاي اي البورت على الاول، بس كرنت ديفيجن، تمام. نسبة الايه، التوزيع، انت وزعت التوزيع ده بكم في المية؟ يعني الكوليكتور ده خد قد ايه من اللي دخل؟ خد 99% من اللي دخل. عملت ايه؟ عملت اي سي على اي اي البارت على او، ما فيهاش اي مشكلة يعني. خلاص. يبقى تيجي تعرف لي كده الكرنت ديفيجن، دي از ريشيو بتوين كوليكتور كرنت وايه، والاميتر كرنت. طب ايه الكرنت جين؟ ده ريشيو بتوين الكوليكتور كرنت والبيس كرنت. ايه ده، ايه الهبل ده؟ اه هو هبل كده. خلاص. في مشاكل دلوقتي؟ ودايما الايه الالفا اي دي بتبقى ايه، سمولر ذان ايه، 1. اشمعنى؟ عشان دايما الاي سي اقل من مين؟ عن الاي اي. دي الاي اي ايكوال اي سي بلس حاجه، فدايما ده تبقى اقل منه. عمر ما ديت هتبقى اكتر من 100. ليه يعني؟ على حسب ده كام يعني، بس لو بافتراض ان دي 100 فدي عمرها ما تبقى اكتر من 100. ليه؟ عشان ده حته منها. خلاص. طيب نحفظهم ازاي بقى؟ تمام. دايما الاي سي فوق في الاثنين. خلاص. الاي سي فين؟ فوق في الاثنين. طب اي سي على ايه؟ البيتا، البيتا بي البيتا مع البي، البيتا يبقى اي سي على اي بي. طب والفا اي، الفا اي اي الفا اي اي الفا اي 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 ودايما الاي سي فين؟ فوق.
الاي سي دايما فوق، والبيتا بي البيتا بي البيتا بي والفا اي اي اي. تمام. دلوقتي عندنا ايه؟ بروف صغير جميل لذيذ كده. خلاص انا عايز اثبت ان البيتا في الاخر، يعني عايز اثبت ان ايه، ان ايه، ان البيتا يساوي الفا على واحد ماينس الفا، يبقى البيتا اي ايكوال الفا اي على واحد ماينس الفا اي. تمام. تعالى كده نبص ايه، نتفق على كذا حاجة. ان اصلا من قانون الالفا ده كده اتفاقات على جنب، تعالى نتفق على جنب اهو، ان اصلا من قانون الالفا ان كان ايه، كان عبارة عن اي سي على اي اي، صح؟ طيب يبقى الاي سي هنا بتساوي ايه؟ الفا اي اي اي، الفا اي اي اي. ومن القانون اللي هو بتاع الاي اي تساوي مجموع الاثنين اي سي بلس اي بي، فلو اديت دي بالماينس يبقى الاي بي تساوي ايه؟ اي اي ماينس ايه؟ اي سي، صح؟ اللي هي الواحد يساوي 100 ناقص 99 ولا ايه؟ واحنا لسه قايلين فوق ان الاي سي دي بمين؟ بالفا اي اي اي. يعني انت عايز تقول لي على جنب كده ان الاي بيز دي تساوي اي اي ماينس الفا اي اي اي. طب عايز تقول لي تاني ان انت عايز تاخد الاي اي دي كومن؟ اخد الاي اي دي كومن، يبقى الاي اي في واحد ماينس الفا اي، يبقى الكلام ده هو مين؟ ده الاي بيز. ماشي، خلصنا كده. تعالى يا عم نعمل البروف في ايه؟ في سطر. انا بس بثبت لك عشان تبقى عارف الحاجه جت منين. نعمل البروف فين؟ في سطر. القانون بيقول لك ان البيتا اي تساوي اي سي دايما فوق، والبيتا بي البيتا بي، يبقى اي سي على اي بي. واحنا لسه قايلين تحت ان الاي سي ده عباره عن الفا اي اي اي، يبقى يساوي الفا اي اي اي. ولسه قايلين ان الاي بيز ده عباره عن اي اي في واحد ماينس الفا اي، يبقى ادي يا عم ايه، اي اي في واحد ماينس الفا اي. ايه ده ايه ده ايه ده، ده خلص، ده الاي اي هتروح مع الاي اي، يتبقى لك الفا اي على واحد ماينس الفا اي، يبقى انت كده عملت البروف. بروف في سطر. بروف ايه؟ في سطر. يبقى انت كده هوت خلصنا من ايه؟ البروف. طيب يبقى انا دلوقتي كده عشان نخلص نجمع القوانين. عندك قانون في الاول بيقول لك ان الاي اي يساوي مجموع الاثنين اي بيز بلس اي كوليكتور. تمام. وبعدين قانون البيتا، البيتا يا اما دايما الاي سي فوق على اي 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 بيز، يا اما تقول لي ايه، يا اما تقول لي ان هو عباره عن الفا اي على 1 ماينس الفا اي. وبعدين انت بقى لو هو مش مديك الاي بيز ممكن تعوض بده، ولو مش مديك الاي اي ممكن تعوض من هنا عادي. يعني انت ممكن تشيل الاي سي ديت وتحط مكانها، ده لعب بقى، يعني اللي في النص ده لعب. يعني انت ممكن تشيل الاي سي دي وتحط مكانها ايه، اي اي ماينس اي بيز على اي بيز، صح؟ او ممكن تشيل الايه، الاي بيز اصلا، وتسيب يا عم الاي سي زي ما هي، وتحط تحت هنا ايه، اي اي ماينس اي سي، على حسب بقى الجيفن اللي معاك. فانا مش معترف بايه بالقوانين دول. يعني انت القوانين دي انت ممكن تشتغل بالقانون اللي فوق ده وتجيبهم ايه، في خطوه ايه، في خطوه في النص. يبقى انت دلوقتي القوانين اللي انت ممكن تشتغل بيها اللي هو ايه، اللي انت المفروض تبقى عارفها، ده هو وده هو. طيب وقانون الالفا، قانون الالفا اي دايما الاي سي فوق، يبقى تحت الفا اي اي اي، او ممكن تبقى بيتا على واحد بلس بيتا. في مشكلة كده؟ ده مش عليك اثباته، فانا قلتولك كده برضو عشان ايه، يسهل عليك الدنيا. او لو انت مش عايز ايه، ممكن تشتغل بالقانون اللي فوق ده. يعني انت لو معاك الالفا او معاك البيتا وعايز تجيب الالفا، خلاص اشتغل بالفا كالك. يعني البيتا ايكوال الفا ايه على واحد ماينس الفا ايه، وتجيبها بايه، بالفا كالك.
خلاص يبقى دي كده القوانين اللي احنا قلناها لحد دلوقتي، وتعريف البيتا هو الريشيو بتوين الاثنين دول، ودوت الالفا الريشيو بتوين الاثنين دول، وده اسمه كوليكتور كارنت، ده اسمه بيس كارنت، والايه والاي اي ده اسمه اميتر كارنت. كده احنا فاضل لنا، يبقى احنا كده خدنا الايه الترانزستور از امبليفاير، ويقول لما يجي يقول لك اكسبلين ازاي هي ورك ايت ورك از امبليفاير، هتيجي تقول لي ايه باي ابلاينج سمول سيجنال ات بيز it will be amplified as a collector. خلاص طيب تعالى بقى ناخد الايه الترانزستور اللي هو برضو مين اللي هو الام بي ان ترانزستور بس as a ايه بقى سويتش. خلاص طيب ده انا بحب ارسمه بالطول، بالاضافة ان انا بحب ارسمه بالايه بالسيمبولز برضو، يعني ما ارسموش بالايه بالبي ان بي والكلام ده. خلاص فادي يا عم هتعمل ايه، ادي يا عم الدائرة بتاعتك، ادي البيز، وبان ان ده ان بي ان يبقى السهم البرة تمام، وادي يا عم الكوليكتور، وادي الاميتر، وبرضو احنا هنوصله ايه كومون اميتر، يبقى الاميتر مرة يتوصل هنا ونحط هنا بطارية، وايه وهنا برضو نحط هنا الكوليكتور مرة مع الاميتر، الاميتر كومون اميتر، فده الاميتر صح، فالاميتر ده مرة مع الكوليكتور ومرة مع مين مع البيز. ويا سلام لو تحطها لي في ايه في دايرة تبقى برينس. خلاص وبرضو نفس الكلام ان دايما الكوليكتور قلنا دي بتبقى بتوصل بمين بالبوزيتيف، والاميتر يتوصل بمين بالنيجاتيف. بس هنا معلش انا هتعبك شوية وتيجي تحط لي هنا شوية ريزيستنس بقى، يعني حط لي هنا واحدة ريزيستنس كده وسميها ار سي عشان دي بتاعت الايه بتاعت الكوليكتور صح. وطيب وهنا هتحط لي هنا ريزيستنس كمان، ويا سلام تسميها ار بي عشان دي بتاعت البيز. خلاص والبطارية دي تسميها لي في سي سي، سي سي يعني كوليكتور سيركت، يعني السيركت بتاعت مين بتاعت الكوليكتور. خلاص والبطارية اللي هنا هي دي اللي بتحدد لي نوع الترانزستور سواء كان سويتش اون او سويتش اوف، من غير ما انت ايه من غير ما اتكلم. اكيد لو انا وصلتها فورورد هتبقى سويتش اون، ولو وصلتها باكورد هتبقى سويتش اوف، مش محتاجة يعني. خلاص يبقى انا كده ايه الدنيا ايه في اللذيذ. وطبعا طبعا زي ما احنا عارفين ان ده ايه ان ده ايه ام بي ان، يبقى اكيد ده ان والبيز ده بي وده كمان ان. فلو انت عايز تبقى بوزيتيف يبقى ايه عايزها فورورد يبقى البوزيتيف مع مين مع البيز، ولو عايزها ايه باكورد يبقى النيجاتيف هو اللي مع البيز عشان تبقى باكورد ويبقى سويتش اوف. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب هناخد كمان قانون وايه وشكرا. ما هو القانون؟ بيقول لك ايه، بيقول لك والله هي البطاريه دي لو احنا دلوقتي ايه لو احنا خبينا الكلام ده، خبينا الحته اللي هي بتاعه البيز اللي انا مش عايزها دي. البطارية دي اللي هي الفي سي سي اللي هي بتاعت الكوليكتور سيركت بتدي مين؟ بتوزع على مين؟ والله دي بتدي الريزيستنس ده وبتدي ايه؟ الترانزستور صح؟ يعني انت عايز تقول لي ان هي والاتنين دول متوصلين كانهم متوصلين سيريس مع بعض، فبالتالي الفولت في السيريس بيتبلص صح؟ يبقى انت عايز تقول لي ان ايه؟ ان الفولت اللي هنا اللي على الريزيستنس زائد الفولت اللي على الترانزستور هما دول يساوي الفي سي سي صح. طيب الفولت اللي على الريزيستنس ده اسمه ايه؟ والله ده اللي ماشي هنا دوت مين ده الاي سي صح، والفولت يبقى اي سي ار سي، يبقى الفولت اللي هنا اسمه اي سي ار سي. طب والفولت اللي هنا ده الفولت بتاع الترانزستور. طب انا موصل مين في الترانزستور؟ والله انا موصل بين الكوليكتور وبين الاميتر صح، فبالتالي انا هسميه فولت كوليكتور اميتر في سي اي potential difference between the collector والاميتر. يعني انت عايز تقول لي دلوقتي ان الايه ان الفي سي سي اللي هي بتاعت الكوليكتور سيركت هتساوي في سي اي اللي هي بتاعت الكوليكتور اميتر بلس اي سي ار سي. اه في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب تعالى بقى نشوف ازاي بيشتغل كسويتش تمام. لو انا اول واحد عايز اشتغل كسويتش اون سويتش اون، واحنا لسه قلنا سويتش اون يبقى اكيد الايه هنوصله فورورد. طب يعني ايه فورورد؟ يعني البوزيتيف مع البيز اللي هو البوزيتيف يبقى بي بي، والنيجاتيف مع الايه مع الاميتر، يبقى انت كده سويتشد ايه اون، ده كده سويتش ايه سويتش اون ترانزستور
يبقى انت ايه اللي بقى، تعالى بقى يجي يقول لك اكسبلين، اكسبلين ازاي بيشتغل كسويتش اون. تمام، طيب واحده واحده نرجع بس ايه من شويه كده لما كنا بنتكلم عن البيتا، وجينا قلنا ان البيتا ايه كانت عباره عن ايه، عن اي سي على اي بي. طبعا عشان ايه علم علوم وكده وعلم رياضه برضو، فهاجي اقول لك ايه هضرب ده في ده يبقى الاي سي يساوي بيتا اي في اي بي، يبقى الاي سي علاقتها بالاي بي دايركت، صح؟ يبقى الاي سي دايركت مع مين؟ مع الاي بي. ده اللي انا عايز اعرف، وشكرا. نرجع تاني، يبقى المعلومة بتاعتي اللي انا لسه قايلها ان الاي سي دايركت مع الاي بيز، وبما ان انا موصل البيز فورورد فاكيد الاي بيز هيزيد، صح؟ ولما الاي بيز يزيد الاي سي كمان هيزيد. انا بعمل ايه؟ انا بوصل البيز ده كانه ايه، البيز ده الانبوت بتاعي. تمام، طيب يبقى انا لما الاي بيز هيزيد الاي سي هيزيد، وبالتالي الاي سي ار سي هتزيد. طب والفي سي اي هتقل. ايه ده ايه ده ايه ده ليه ده؟ ايه العلاقة؟ تعالى يا عم نبص على القانون. لو انت زودت الاي بيز والاي سي هيزيد، صح؟ طب ادي يا عم الاي سي هيزيد، يبقى ده كله على بعضه هي ايه؟ هيزيد. طب البطارية الفي سي اي دي ثابتة ولا مش ثابتة؟ دي ثابتة. طب لما ده يزيد ده يحصل له ايه عشان دي تفضل ثابتة؟ ده لازم يقل عشان تفضل ثابتة. ندي مثال يا عم، ادي دي كانت بكام؟ دي ب10، يعني دي كام؟ يعني دي 7 ودي 3، صح؟ ده زاد هيبقى كام؟ هيبقى مثلا كمثال 4، يبقى ده لازم يبقى كام؟ يبقى 6 عشان يديني نفس الرقم اللي هو 10. يبقى لما ده يزيد ده ايه؟ يقل عشان ده يفضل كونستنت. خلاص، يبقى انا دلوقتي لو انا شغال كسويتش اون، سويتش اون خلاص، بعتبر مين؟ بعتبر ان الايه، ان الاوتبوت بتاعي هو الكوليكتور، صح؟ يبقى انا البيز بتاعي هو الانبوت والكوليكتور هو الاوتبوت بتاعي. ساعتها لما البيز يزيد او لما البيز يبقى بوزيتيف، ساعتها الكوليكتور هيبقى شغال، هيبقى الكوليكتور هيزيد، فساعتها اللمبه اللي هنا هتنور ولا مش هتنور؟ اللمبه هتنور، ويبقى كده ده سويتش اون. بس في نفس ذات اللحظه ان ده ايه، ان دوت بيقل. فلو انا موصل هنا اهوت وقلت لك ده الفي اوت بتاعي، يعني انا لو جيت قلت ان الفي سي اي هو الاوت بتاعي، ساعتها يبقى انا كده بعكس ولا مش بعكس؟ كده انا بعكس، سوس سويتش اون برضه، انا ماليش دعوه ان هو سويتش ايه سويتش اون، بس انا قصدي لو انا اتكلمت على الفي سي اي كانه في سي اوت، الفي اوت بتاعي يبقى هو ايه هيقل. طب لو قلت ان الاي سي ار سي هو الاوت، يبقى الاي سي هيزيد، اي سي ار سي هيزيد. خلاص، يبقى انا لو حبيت ارسم ايه علاقه بين مين ومين، بين الفي ان اللي هو بتاع البيز، والفي اوت اللي هو الايه الكوليكتور اميتر الفي سي اي، ساعتها هيبقوا ايه؟ هيبقى ان كل ما الان يزيد كل ما الكوليكتور اميتر يقل، كل ما ده عمال بيزيد كل ما ده عمال بيقل، فالجراف يبقى عامل كده، كل ما ده عمال ايه بيزيد كده اهو، فده عمال بي ايه بيقل معايا. في اي مشكله كده؟ اظن ان الدنيا ايه وضحت. يبقى لما يجي يقول لي والنبي ايه ازاي بتستخدمه كسويتش اون، هقول لك والله ان البيز بتاعي هو الانبوت والكوليكتور هو الاوتبوت وهو كومون اميتر، خلاص، واذن الاي بيز البيز اوف ذا كرنت اوف ذا بيز انكريز سو ذا كوليكتور كرنت ويل انكريز سو اي سي ار سي ويل انكريز سو ذا في سي اي ويل ديكريز از الفي سي سي از كونستانت so it act as a switch on. طب ممكن واحد يقول لي كده بكل بساطة عايز اشغله switch off؟
يبقى مين اللي هيفرق في الرسمة اللي فوق؟ بالظبط كده، البطارية دي بتاعت الايه اللي بين البيز والإميتر دي، ووب شقلبها، ساعتها يبقى ايه؟ سيبقى سويتش ايه؟ اوف، واعكس الكلام، يبقى ده هيقل ده هيقل ده هيقل ده هيزيد، بس كده. طب حد يلعب في البطارية دي؟ لا، البطارية دي محدش بيلعب فيها. يبقى لو انا عايز سويتش اوف، ساعتها البطارية، بس البطارية دي مش هاجي جنبها، اجي عند البطارية اللي ايه؟ اللي هي بين البيز، البيز يتوصل بالايه؟ البيز يتوصل بالايه؟ البيز يتوصل بالنيجاتيف، والايه؟ والاميتر هو اللي بالايه؟ اللي بالبوستيف. يبقى ادي هنا ده البوستيف، والنيجاتيف هو اللي متوصل مع مين؟ مع البيز. يبقى ده كده ايه؟ اتوصل كايه؟ كسويتش، كباكورد، فبالتالي كسويتش ايه؟ سويتش اوف. خلاص، يبقى ايه الفرق بين الرسمتين؟ ان هنا البوستيف هو اللي مع البيز، والنيجاتيف مع الاميتر، انما هنا العكس، النيجاتيف هو اللي مع مين؟ اللي مع البيز. خلاص. طيب، يبقى انت هتيجي تقول لي هنا ايه؟ ان البيز بتاعي هو مين؟ هو الانبوت، صح؟ والبيز الانبوت ده متوصل فورورد، فورورد او ساعات يقول لك هاي، او متوصل مع البوستيف، مع النيجاتيف. تاني، معلش بالراحه، تاني. يبقى احنا دلوقتي كسويتش اون، البيز ده هو مين؟ هو الانبوت، يبقى متوصل ايه؟ توصل فورورد. خلاص، توصل فورورد يعني ايه؟ يعني هاي. يعني ايه هاي؟ يعني بوزيتيف. ده كده مين السويتش؟ مين السويتش؟ اون. خلاص، ساعتها الاي بيز هيزيد، والكوليكتور هيزيد، اي سي ار سي هيزيد، الفي سي اي هتقل، عشان الفي سي سي كونستانت، وده كده يبقى سويتش ايه؟ اون. تمام. نيجي في السويتش اوف، السويتش اون، السويتش اوف، سويتش اوف. البيز بتاعي اللي هو الانبوت متوصل باكورد، يعني لو، يعني نيجاتيف، توصل ايه؟ باكورد. ساعتها الاي بيز، يعني البيز هي ايه؟ ما دام باكورد ما فيش بيز، يعني البيز هيقل، والكوليكتور كمان هي ايه؟ كمان هيقل، عشان دايركت، في اي سي ار سي هتقل، والفي سي اي اكيد هت ايه؟ هتزيد. خلاص. يبقى احنا لو جينا نبص على القانون تاني، يبقى ادي يا عم اهو الايه، البيز قل، الكوليكتور قل، يبقى ادي لما الكوليكتور يقل يبقى الفي سي اي تزيد، عشان ده ماله؟ كونستانت. يبقى في مشكلة كده اهو. طيب، هو ده مش بيقل بس، هو ده بيقل تقريبا بيبقى زيرو، وده مش بيزيد بس، ده بيزيد، ده بيزيد بيبقى ايه؟ بيبقى ماكسيمم، بيبقى ابروكسيميتلي ايكوال للفي سي سي. خلاص. ونفس الايه، ونفس الكلام فوق، ان دوت ايه؟ لما هنا الفي سي اي بيقل بيبقى ابروكسيميتلي ايكوال زيرو. خلاص. ودوت بيبقى ابروكسيميتلي ايكوال للايه؟ الفي سي سي اللي هو ايه؟ اللي هو الماكسيمم، اللي هو في الاكزامبل اللي بتاعي ده بيبقى 10، وده بيبقى ايه؟ بيبقى بصفر، مش مفيش خالص. في مشكلة كده يا جماعة؟ يبقى كده عرفنا الايه، الترانزستور كسويتش اون وسويتش اوف، والرسومات دي مهمة جدا، الرسومات دي مفيش امتحان مفيهاش سويتش اون وسويتش اوف. خلاص. وكده يا عم ايه فاضل؟ خلصنا الترانزستور.